بسم الله الرحمن الرحيم. سنأخذ اليوم درس الأعداد، والأعداد نحن كثيرا نستخدمها في كتاباتنا، ولكن لها قواعد معينة لابد أن نتبعها. نبدأ بالتسلسل العددي، العددان واحد واثنان. العددان واحد واثنان ليس لهما تمييز، ويذكران بعد المعدود، ويوافقانه في التذكير والتأنيث. كيف ذلك؟ عندما أقول قرأت كتابا واحدا وقصة واحدة، فالعددان واحد واثنان لا يأتي بعدهما تمييز، بل يذكران بعد المعدود ويوافقانه في التذكير والتأنيث. قصة واحدة، كتابا واحدا، قلما واحدا، كراسة واحدة، حقيبة واحدة، يعربان على حسب موقعهما في الجملة. كيف ذلك؟ أخذت الحصة الماضية أو المحاضرة الماضية نكرة زائد نكرة أو معرفة زائد معرفة، نعرب النكرة الثانية والمعرفة الثانية نعت. النعت يعني الصفة، وبتكون زيادة في الكلام. فلو لاحظنا لكلمة واحد وكلمة واحدة، لوجدنا كتابا نكرة وواحدا نكرة، واحدا زيادة في الكلام، ممكن أن يستغنى عنها وأقول قرأت كتابا دون ذكر لكلمة واحد، وقرأت قصة دون ذكر لكلمة واحدة. فالنعت أو الصفة زيادة في الكلام، فهذه نكرة وهذه نكرة، نعرب النكرة الثانية مباشرة نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وأيضا واحدة نفس الإعراب. عندما أقول حضر رجلان اثنان، وامرأتان ثنتان أو اثنتان، كلاهما صواب في اللغة العربية. عندما أقول حضر رجلان كلمة اثنان زيادة في الكلام، وامرأتان كلمة ثنتان أو اثنتان زيادة في الكلام، ونطبق القاعدة التي أمامنا نكرة زائد نكرة أو معرفة زائد معرفة، النكرة الثانية زيادة في الكلام، فأقول حضر رجلان وامرأتان. فكلمة اثنان أو اثنتان زيادة في الكلام، لذلك أعربهما نعت مرفوع. نعت مرفوع بماذا؟ بالألف. مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى. ما قصة الملحق بالمثنى؟ لماذا لا نقول مثنى مباشرة؟ المثنى له مفرد من لفظه، طالبان طالب، عالمان عالم، معلمان معلم، محاضران محاضر. فالمثنى له مفرد من لفظه، أما الملحق بالمثنى ليس له مفرد. فكلمة اثنان، هناك كلمة طالبان، لو حذفت الألف والنون يبقى لي المفرد مباشرة طالب، معلمان أحذف الألف والنون معلم. أما اثنان لو حذفت الألف والنون ستكون اثنى، واثنى ليست مفردا، لذلك نسميها ملحقا بالمثنى. ملحقا بالمثنى تدل على المثنى ولكن ليس لها مفرد. يبقى ملحق بالمثنى يدل على المثنى وليس له مفرد من لفظه، بل المفرد من معناه، مفرد اثنان واحد من المعنى. نأتي بعد ذلك للأعداد من ثلاثة إلى تسعة. من ثلاثة إلى تسعة، ودي المهمة جدا في الأعداد، تخالف المعدود اللي هو التمييز في التذكير والتأنيث. دائما الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف التمييز في التذكير والتأنيث،
وتمييزها دائما جمع مجرور بالإضافة، يعني لا يأتي بعدها مفرد إطلاقا، لابد أن يأتي بعدها جمع. مثال قرأ المحاضر كتب. عندما أستخدم كلمة عد أي عدد وليكن ثلاثة، أنظر لكلمة كتب، آتي بالمفرد، مفرد كتب كتاب، كتاب مذكر أم مؤنث، هذا كتاب، وحاول أن أضع أمامه اسم إشارة، إن وضعت هذا فهو مذكر، هذه فهي مؤنثة، فأقول هذا كتاب، كتاب مذكر، آتي بالعدد مؤنثا مباشرة، ثلاثة. وخمس مثلا قصص، قصص مفردها قصة، وقصة أقول هذه، فلذلك هي مؤنثة، أقول خمس قصص. فالعدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، والمعدود دائما تمييز مجرور بالإضافة ويكون جمعا، فلا يصح في العربية أن أقول قرأت خمسة كتاب أو خمس قصص أو خمس قصة، لا يجوز. الأعداد من ثلاثة إلى تسعة يكون تمييزها جمع مجرور بالإضافة، يعني عندما أعرب كلمة كتب تمييز مجرور بالكسرة. ملخص الكلام، وكذلك لا أخضع باللفظ، يعني مثلا كلمة كتب، واحد يقول لي أضع هذه كتب، لا، أنا بحكم على الكلمة سواء كانت مذكرا أو مؤنثا من المفرد. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن في بعض الناس بتخدع به. مثال، ألف المحاضر، عاوز إيه؟ أقول تسع موضوعات، أقول تسعة أم تسع موضوعات، لو أنت تعاملت معها باللفظ هتجد إن هي جمع مؤنث سالم، فالكلمة فيه هنا في وضعها مؤنث لأن آخرها ألف وتاء، ولكن المفرد موضوع، فالمفرد مذكر، فاحكم على الكلمة من التذكير والتأنيث بالمفرد، فأقول هذا موضوع، إذا كلمة موضوعات في الأساس مذكرة، فأقول خمسة موضوعات. موضوعات تمييز مجرور بالكسرة. ماذا يعرب العدد؟ أعرب العدد يعرب على حسب موقعه في الجملة، والجملة إما اسمية أو فعلية. تعالوا نحلل هذه الجملة، ألف فعل ماضي مبني على الفتح، من الذي ألف؟ المحاضر فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، ما هو الفعل لابد له من فاعل. خمسة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، فالعدد يعرب على حسب موقعه في الكلام أو الجملة. مثال آخر، مثال حضر علماء أو شواعر. لماذا أتيت بكلمة شواعر؟ لأن شواعر جمع مؤنث، جمع ليه؟ لمفرد مؤنث، فشواعر مفردها شاعرة. طب جمع التكسير شعراء تشمل المذكر والمؤنث، فكلمة شواعر لا تطلق إلا على التأنيث، مفرد شواعر شاعرة. فعندما أقول كلمة ثمانية لابد أن تأتي مذكرا لأن التمييز مؤنث، أقول ثماني شواعر. تعالوا نعرف كلمة ثماني، حضر فعل ماضي مبني على الفتح، من الذي حضر؟ ثماني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. شواعر هذه الكلمة مضاف تمييز مجرور بالإضافة وعلامة جره الفتحة. لماذا؟ علامة الجر الأصلية هي الكسرة، ولكن هذه الكلمة تجر بالفتحة. وخذ عندك قاعدة، لو وجدت الكلمة عبارة عن جمع ثالثه ألف
ثالثه ألف، بعد الألف حرفان أو ثلاثة وسطهم ياء تمنع الكلمة من الصرف وتجرب الفتحة. مثل ماذا؟ مساجد، فوائد، كنائس، منابر، عظائم، أو مصابيح، قناديل. هذه الكلمة ثالثها جمع وبعد الجمع حرفان. هذه الكلمة ثالثها ألف، ثالثها ألف وبعد الألف ثلاثة أحرف وسطها ياء. عندما أجد الكلمة جمع وثالث حرف ألف بعد الألف حرفان أو ثلاثة وسطهم ياء تمنع الكلمة من الصرف وتسمى صيغة منتهى الجموع. ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ أي لا جمع بعدها. أما جمع التكسير له جمع، يعني كما أقول رجال ممكن أجمع رجال على رجالات. أما صيغة منتهى الجموع لماذا سميت بذلك؟ لأن لا جمع بعدها، منتهى الجموع. فمساجد، فالكلمة الممنوعة من الصرف تجرب الفتحة، ولذلك جررت كلمة شواعر بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف، وانطبقت عليها القاعدة ثالثها ألف وبعد الألف حرفان أو ثلاثة وسطهم ياء. انتهينا بذلك من الأعداد من ثلاثة لتسعة، وعرفنا أن الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف التمييز، وتمييزها دائما يأتي جمعا مجرورا بالإضافة، وتخالف في التذكير والتأنيث. فنقول استمعت لثلاثة أطباء، أطباء مذكر أتيت بثلاثة، وثلاث طبيبات، طبيبات مؤنث أتيت بثلاث. فالأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف دائما في التذكير والتأنيث. نأتي إلى العدد عشرة بالترتيب، يبقى واحد واثنان يوافقان في التذكير والتأنيث ويعربان في معظم الأحايين نعت أو على حسب موقعهما في الجملة. من ثلاثة إلى تسعة تخالف التمييز في التذكير والتأنيث، وتمييزهما يكون جمعا مجرورا بالإضافة، والأعداد من ثلاثة إلى تسعة تعرب على حسب موقعها في الجملة. نأتي للعدد عشرة. العدد عشرة إن كان مفردا، إن كان مفردا وإن كان مركبا. إن كان مفردا يخالف في التذكير والتأنيث. مثال، مثال، قرأت كتب، كتب مذكر لأن المفرد كتاب، أقول هذا كتاب، فأقول عشرة كتب، آتي بها مؤنثة، وعشرة قصص، وهنا الشين مفتوحة عشرة كتب، وفي التذكير ساكنة عشرة قصص. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن والفجر وليال عشر بتسكين الشين. يبقى الشين تفتح في كلمة عشرة عندما تكون مؤنثة، وتسكن عندما تكون مذكرة فتقول عشر. فنقول قرأت عشرة كتب وعشر قصص. يبقى كلمة عشرة لو مفردة تخالف وتعرب على حسب موقعها في الجملة، وتمييزها جمع مجرور بالإضافة. تعالوا نعرب. قرأت فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، عشرة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، كتب تمييز مجرور بالكسرة، وعشرة الواو حرف عطف، عشرة اسم معطوف، معطوف على ماذا؟ على عشرة منصوب بالفتحة، وقصص
تمييز مجرور بالكسرة. يبقى إن كانت العدد، إن كان العدد 10 مفردا يخالف، أما لو مركبا يوافق، كما قال الله تعالى مثال: إني رأيت 11 كوكبا. كوكب مذكر، لذلك العشرة مركبة توافق مذكر مع مذكر. يبقى إن كانت العشرة بمفردها تخالف، مركبة مع عدد آخر توافق، مفردة تخالف، مذكر مع مؤنث أو مؤنث مع مذكر، دي لو كانت مفردة. أما مركبة مذكر مذكر مؤنث مؤنث. والدليل على ذلك القرآن: إني رأيت 11 كوكبا. كوكبا مذكر، أتيت بكلمة عشر مذكر، فنقول 11 كوكبا. كوكبا تمييز منصوب بالفتحة، وبذلك انتهيت من العدد 10. طب عندما تكون التمييز مؤنثا هي تؤنث، فانفجرت 12 عينا. وتعالوا للغز آخر في اللغة العربية وإعجاز آخر لها، ما هو؟ عندما كانت مفردة في التذكير تسكن، أقول: والفجر وليال عشر وعشر قصص. وفي التأنيث تفتح، أقول: قرأت 10 كتب. عندما تكون مركبة العكس، في التذكير تفتح 11 10، وفي التأنيث تسكن 12 عينا. فالعدد 10 مفرد بيخالف، والفتح مع التأنيث والسكون مع التذكير. أما مركبة توافق، والفتح مع التذكير والسكون مع التأنيث. تعالوا بعد ذلك إلى العدد 11. العدد 11 واثنى عشر، العددان 11 واثناشر يوافقان المعدود في التذكير والتأنيث، وتمييزهما مفرد منصوب، كما قلت لكم: إني رأيت 11 كوكبا. كوكبا مذكر، لذلك أتيت بالعدد 11 ولم أقل 11. أما عندما أقول قرأت 11 قصة، يبقى عندما يكون العدد مذكرا، عندما يكون المعدود مذكرا نذكر العدد. فكوكبا مذكر أقول 11، قصة مؤنث أقول 11. وكذلك: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. شهرا مذكر، لذلك أتيت باثنى عشر مذكر، لم أقل 12. وقول الله سبحانه وتعالى: فانفجرت منه 12 عينا. ملخص الأربع أمثلة: كوكبا مذكر أجيب 11 مذكر، أقول 11. أما قصة مؤنث أقول 11. شهرا مذكر أقول 12 بالتذكير. أما عينا، هذه عين، والمقصود بالعين هنا هنا عين الماء البئر، هذه عين، أقول 12. نعرب التمييز في بعد العدد 11 و 12 مباشرة تمييز منصوب
بالفتحة. دائما التمييز بعد العدد 11 و 12 تمييز منصوب بالفتحة. تعالوا نعرب العدد. العدد يعرب على حسب موقعه في الجملة. 11 عدد مركب من عددين. دائما يكون مبني على الفتح. لو جاء مرفوعا او منصوبا او مجرورا دائما مبني على الفتح. حتى ذهبت الى 11 طالبا. الى 11 مبنية على الفتح. فالعدد 11 مبني على فتح الجزئين. وكذلك 11 مبنية على فتح الجزئين في محل. طبعا ونكمل الاعراب لكي نعرف في محل ماذا. فعندما اقول اني، ان حرف ناسخ ينصب الاسم ويرفع الخبر. الياء اسم ان، اني كانها تساوي انا، فالياء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم ان. رايت راى فعل مبني، فعل ماضي مبني على السكون، والتاء تاء الفاعل. رأيت ماذا؟ عندما أسأل بكلمة ماذا نسأل بها عن المفعول به. فأحد عشر مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. وكذلك قرأت إحدى عشرة، نفس الأعراب. قرأت فعل ماضي مبني على السكون، التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، تاء الفاعل. احد احدى عشرة مبنية على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. فالعدد احد عشر ايه؟ يبنى على فتح الجزئين في محل، يا اما في محل رفع، اما نصب، اما جر. شرحته لاحد عشر طالبا. اللام حرف جر، حرف جر. احد عشر كلها مبنية على فتح الجزئين. دائما احد عشر مبنية على فتح الجزئين. مبني على فتح الجزئين في محل جر، لان اللام حرف جر تجر ما بعدها، وتمييزها دائما مفرد منصوب بالفتحة. تعالوا لإعراب العدد 12. أقول إن عدة الشعور عند الله إثنى بالألف، أو فانفجرت منه إثنتا بالألف. ولكن نقول في مثال آخر، كرمت 12 طالبا واثنتي عشرة طالبة. إما أن تكتب بالألف إثنى أو إثني بالياء، لأنها مثنى، تعامل معاملة المثنى لأنها ملحقة بالمثنى، فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. فنقول إن حرف ناسخ ينصب الاسم ويرفع الخبر. إن عدة اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. عدة نكرة، والشهور معرفة. عندما تجد نكرة بعدها معرفة تعربها مضاف إليه مباشرة، يعني كلمة ليس فيها ألف ولام والكلمة الأخرى ألف ولام مضاف إليه، يبقى عدة اسم إن منصوب بالفتحة، الشهور مضاف إليه مجرور بالكسرة. عند ظرف مكان منصوب بالفتحة، عند الله. أي كلمة بعد الظرف تعرب مضاف إليه. الله مضاف إليه مجرور بالكسرة لفظ الجلالة. في إعرابي أنا عربت إن واسمها ولم يأتي الخبر إلى الآن، لأن عدة اسم إن منصوب، الشهور مضاف إليه، عند ظرف مكان، الله لفظ الجلالة مضاف إليه، لم تتم الجملة، لأن الخبر هو الذي يتمم الجملة. فعندما أقول إن عدة الشهور عند الله واسكت، الجملة ناقصة.
لابد من وجود الخبر وهو اثنى عشر شهرا. فاثنى خبر ان مرفوع بالالف لانه ملحق بالمثنى. وقلت قبل قليل ما معنى ملحق بالمثنى ليس له مفرد، اما المثنى له مفرد. طالبان طالب، عالمان عالم، معلمان معلم. تحذف الالف والنون او الياء والنون ياتي لك المفرد. اما الملحق بالمثنى لو حذفت الالف والنون لا ياتي لك مفرد. اثنان اثنى لا يصح. لذلك ترفع بالالف لانها ملحقه بالمثنى. لماذا لم تضع الخط على اثنى عشر كلها؟ لان اثنى هي التي تاخذ الاعراب، اما العشر فتبقى مبنيه على الفتح لا محل لها من الاعراب. يبقى كلمه عشر مع العدد اثنين دائما مبنيه على الفتح لا محل لها من الاعراب. واثنى هي التي تاخذ الاعراب لانها مثنى او لانها ملحقه بالمثنى. فعشر مبنيه على الفتح لا محل لها من الإعراب. وأي كلمة بعد أحد عشر وإثنى عشر تمييز منصوب بالفتحة ومفرد. فأقول عينا ولم أقل عيونا، أقول شهرا ولم أقل شهورا. تمييز أحد عشر وإثنى عشر دائما مفرد منصوب. فأقول شهرا تمييز منصوب بالفتحة. وكذلك فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. انفجرت فعل ماضي مبنى على الفتح. التاء تاء التأنيث مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. أي حاجة مبنية لا محل لها من الإعراب ما عدا المبنيات اللي هي اسم الإشارة والأسماء الموصولة لها محل إلى آخره. من التي انفجرت؟ اثنتا. فالفاعل بسأل عنه بمن؟ فالفاعل كلمة اثنتا فاعل مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى. منه ماذا تعرب؟ من حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر، أي تصبح جارا ومجرورا. عشرة مبنية على الفتح لا محل لها من ال، فكلمة عشرة مع في العدد أحد عشر أو اثنى عشر دائما مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب. يبقى كلمة عشرة عندما تأتي مع أحد أو إحدى اثنى اثنتا دائما لا محل لها من الإعراب مبنية على الفتح. عينا تمييز منصوب بالفتحة. عندما قلت لكم إن اثنى واثنتا تعرب إعراب المثنى لأنها ملحقة به، فلذلك المثنى بيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. فعندما تكون مرفوعة أقول إثنى بالألف الممدودة، عندما تكون منصوبة مجرورة أقول إثني أو إثنتي. نعرب هذا المثال. كرمت، كرم فعل ماضي مبني على السكون. التاء تاء الفاعل هي الفاعل. اثنتا اثنين مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بالمثنى. طالبا تمييز منصوب بالفتحة. نأتي بعد ذلك إلى، انتهينا من العدد أحد عشر واثنى عشر. عندما أقول لكم مثال كرم الوزير محاضرا، ماذا أقول؟ أقول اثنى عشر أم اثني عشر؟ ماذا أقول في الفراغ؟ اثني اثني عشر، لأن كرم فعل الوزير فاعل اثني مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بالمثنى. وعشر مبنية على الفتح لا محل لها من ال، ومحاضرا تمييز منصوب بالفتحة.
نأتي إلى الأعداد من 13 لتسعة. تفضلي. حاضر. خلاص ماشي. النكرة تعرب على حسب موقعها في الجملة. نكرة بعدها معرفة مضاف إليه. معرفة يأتي بعدها نكرة زيادة في الكلام حال. أقبل الدكتور سعيدا. كيف أقبل الدكتور سعيدا؟ حال منصوب. نأتي بعد ذلك الأعداد من 13 لتسعة. تفضلي. نعم. هل يمكن أن أحذف ياءه في ثمانية حجج؟ ثمانية حجج؟ لا. العدد ثمانية عندما يأتي بعده مضاف إليه تثبت الياء. متى أحذف الياء منه؟ إن لم يكن بعده مضاف إليه. يعني نقول عدد الطالبات، عدد الطالبات ثمانٍ، لم يأتي بعده مضاف إليه حذفت الياء، لأن المفروض إن أنا أقول ثماني طالبات، طالبات مؤنث، الأعداد من 3 إلى 9 تخالف، فآتي بها مذكر أقول ثماني، فعندما نأتي بالمضاف إليه بعدها تثبت الياء، عندما نأتي بالمضاف إليه تثبت الياء. أما إن حذفت المضاف إليه تحذف الياء، لأنه تعامل معاملة الاسم المنقوص. الاسم المنقوص هو الاسم الذي ينتهي بياء لازمة مكسور ما قبلها، مثل قاضي، داعي، سامي، نامي. إن جاء نكرة مرفوعة أو مجرورة تحذف الياء. تعال نعرب هذا المثال. هنا جاء نكرة غير معرفة ولا معرب بالإضافة، ما فيش بعد منها مضاف إليه، ولا هي معرفة بالألف واللاء، لذلك نحذف الياء مباشرة. نقول عدد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، عدد نكرة، الطالبات معرفة، أي معرفة قبلها نكرة مضاف إليه. المبتدأ لابد له من خبر، أين خبر عدد ثماني؟ خبر مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة، لأنه اسم منقوص. والاسم المنقوص في قاعدة هي، الاسم المنقوص النكرة اللي هو آخر ياء لازمة، الاسم المنقوص النكرة مرفوعة أو مجرورة تحذف الياء مباشرة. أقول عدد الطلاب 8 وموجودة في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى في آياته فاقض ما أنت قاض، أنت مبتدأ وقاض خبر مرفوع بالضمة المقدرة، كما قال أيضا في كتابه كل من عليها فان، كل مبتدأ، من اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه، فان خبر مرفوع بالضمة المقدرة. فالاسم المنقوص النكرة عندما تكون مرفوعة أو مجرورة تحذف الياء مباشرة. أما لو جاء بعدها مضاف إليه حتى لو نكرة وهو التمييز لابد أن تثبت الياء. نأتي للأعداد من 13 إلى 19. الأعداد من 13 إلى 19 تتكون من شقين، من 3 إلى 9 والعدد 10. أظن قبل ذلك ذكرت قاعدة العدد 10، قلت إن كان العدد 10 مفردا فهو يخالف والفجر وليال عشر، أما مشيت 10 أيام، أيام مذكر جبت 10 مؤنث، ليال مؤنثة جبت 10 مذكر. فالعدد 10 عندما يكون موجود في هذه الأعداد من 13 إلى 19 حيوافق أم يخالف؟ يوافق، لأنها مركبة. العشرة إن كانت مركبة مع أي عدد آخر يوافق، فالعشرة هنا توافق لأنها مركبة. أما من 3 إلى 9 فهي تخالف،
فهنا العددان يخالف ايه؟ يخالف احدهما الاخر. فنقول انشأت الدولة، انشأت الدولة عندما اقول 13 كلية. نأتي كلية اضع اسم الاشارة اقول هذه كلية فهي مؤنثة. نأتي بالعدد 3 مذكر، فالأعداد من 3 إلى 9 تخالف، فكلية مؤنث أقول 3 مذكر والعشرة هتوافق. العددان يخالفان، يخالف أحدهما الآخر. من 3 إلى 9 لو ذكرتها أنث العشرة، لو أنثتها ذكر العشرة مباشرة، فالعدد يخالف أحدهما الآخر. والعدد الأول بتحكم عليه من التمييز. أقول أنشأت الدولة 13 كلية، الأعداد من 13 إلى 19 تمييزها مفرد منصوب دائما، دائما مفرد منصوب. فنستريح من التمييز كلمة كلية، تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نأتي لمثال آخر، مثال عدد الأطباء في المستشفى. عندما أقول 15 طبيبا و16 طبيبة ماذا أقول؟ طبيبا مذكر. نأتي بالعدد مؤنث 5، 5 وضعت فيها تاء تأنيث أذكر العشرة مباشرة. طب نأتي ل16 طبيبة، طبيبة مؤنث أجيب 6 مذكر، 6 بدون تاء تأنيث أحط 10 بتاء تأنيث مباشرة. العددان يخالف أحدهما الآخر. الأعداد من 13 ل19 رغم إن الشق الأول من 3 ل9 تخالف والعشرة توافق، إلا إن إعرابها مبنية على فتح الجزء أين، يبقى تبنى وتبنى دائما على فتح الجزئين في محل. يا نصب يا جر يا رفع. تعالوا إلى الأمثلة. أنشأت، أنشأ فعل ماضي مبنى على الفتح. من التي أنشأت؟ الدولة. ما هو الفاعل بسأل عنه من. من التي أنشأت؟ الدولة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. المفعول به نسأل عنه بماذا. ماذا أنشأت الدولة؟ 13. فثلاث عشرة مبنية، مبنية على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. كلية تمييز منصوب بالفتحة. وبما ان عرفنا اللي ايه، عرفنا الأسئلة ان الفاعل نسأل عنهم من، المفعول بماذا، التمييز بما نسأل عنهم ما نوع، ما نوع 13 كلية، ما نوع العدد كلية، ما نوع المعدود كلية، على حسب الكلمة اللي انت بتأتي بها معناه. نقول عدد الأطباء في المستشفى 15 طبيبا و16 طبيبة. نعرب هذا المثال. هذه الجملة عدد الأطباء في المستشفى جملة اسمية لأنها تبدأ باسم. عدد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. المبتدأ لابد له من خبر، الخبر هو الذي يتمم الجملة. فعندما أقول عدد الأطباء الجملة غير مكتملة. عدد الأطباء في المستشفى الجملة غير مكتملة. عدد الأطباء في المستشفى 15 طبيبا الجملة اكتملت.
يبقى ولا الأطباء خبر ولا في المستشفى خبر. الخبر فيه 15 طبيبا، لأن الخبر هو الذي يتمم الجملة. تم إعراب هذه الكلمات: عدد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، عدد نكرة، الأطباء معرفة، نكرة يأتي بعدها معرفة تعرم مضاف إليه مجرور بالكسرة. في حرف جر: المستشفى اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة المقدرة. المستشفى هذه اسم مقصور، والاسم المقصور هو الذي ينتهي بألف لازمة: مصطفى، علا، سلوى، نشوى، رضوى، مستشفى، موسى، عيسى، ينتهي بألف لازمة، فإعراب مقدر، لأنك لا تستطيع أن تضع الضم ولا الفتح ولا الكسرة. والإعراب مقدر هنا للتعذر. يعني للتعذر استحالة أن تضع العلامة. فنقول في حرف جر: المستشفى اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة المقدرة. المبتدأ لابد له من خبر، الخبر كلمة 15، فخمسة عشر مبنية على فتح الجزئين. الأعداد من 13 ل19 دائما مبنية على فتح الجزئين، وتركز في الإعراب، إما مفعول ما في محل نصب أو جر أو رفع. فنقول هنا عدد مبتدأ هي الخبر، يبقى مبنية على فتح الجزئين في محل رفع خبر، وطبيبا تمييز منصوب بالفتحة، لأنني قد قلت إن التمييز بسأل عنه بما نوع، ما نوع المعدود؟ طبيبا. بهذا انتهينا من الأعداد من 13 ل19. تفضل. وهذا ينطبق على 20 وتوابعها و30 وتوابعها. أنا ماشي بالتسلسل، العددان 1 و2، من 3 ل9، العدد 10، من 11 ل19. أمسك بعد ذلك أعداد ألفاظ العقود أو أعداد العقود اللي هي 20 و30 و90 والإيه إلى آخره. ماشي بالترتيب. لا، لم تصبح مركبة بل معطوفة. المركبة وهي التي لا يفصل بين جزئيها بأي حرف. تركيب، عندما تركب هذه الإيه المساحة على هذه لاصقة فيها بدون فاصل. فأحد عشر لا يوجد فاصل، 12 لا فاصل، 13 لا فاصل إلى آخره. أما 25 في فصل الواو، فأصبحت أعدادا معطوفة. نأتي بعد ذلك إلى أعداد العقود، وسميت بأعداد العقود لأنها نهاية الإيه؟ كأنها كالعقدة. فنهاية الإيه؟ الـ11 طبعا بعد الـ19 يأتي الـ20 عقدة. نأتي للأعداد 21 نهايتها الـ30، بداية إيه؟ بداية عقدة جديدة. 31 40 عقدة. لذلك نقول نحن في إنه في العقد الخامس من عمره، الثالث من عمره، السادس من عمره. فالعقد هو ما بين الـ20 للـ30 أو الايه أو الـ30 للـ40 إلى آخره. فنقول هو في العقد الثالث، يعني في 21 لحد 29
العقد الرابع وهكذا. فسميت أعداد العقود لأنها نهاية كل عشرة، فكأنها معقودة. أعداد العقود، أعداد العقود وهي 20 30 40 50 60 إلى 90. نركز فيها نجد أنها تنتهي بالواو والنون، لذلك في حالة الرفع نقول 20، أما في حالة النصب والجر نقول 20 إلى 90. يبقى أعداد العقود ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. لماذا؟ هل لها مفرد من لفظها؟ يعني 20 مفرد 20 10، مفرد 30 3، مفرد 40 4؟ لا. يبقى لأنها ملحقة، أي كلمة لا تستطيع أن تأتي لها مفرد تكون ملحقة بجمع المذكر السالم. يبقى 20، يبقى لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. وهناك شيء آخر، جمع المذكر السالم لابد أن يكون مفرده مذكر عاقل، مذكر عاقل. يعني نقول معلمون معلم، مهندسون مهندس، مؤمنون مؤمن، مسلمون مسلم، كافرين كافر. فنحذف الواو والنون، ايه يكون بين يدي مذكر عاقل. اما هنا لو حذفت الواو والنون لا ياتي مذكر عاقل. 10 3 4. فعندما تحذف الواو والنون ولا ياتي مذكر عاقل تكون الكلمه ملحقه بجمع المذكر السالم، زي جمع كلمه ارض، ارضون. احذف الواو والنون تبقى لي ارض، ارض ليست مذكر عاقل. عالمون او عالمين مفرد عالم، ليس مذكر عاقل، ليس مفرد مذكر عاقل. اهلون مفرد اهل، طب الاهل مذكر ولكنه ليس مفرد، لابد ان تتحقق فيه مفرد مذكر عاقل. يعني اهلون اهل، الاهل ليست مفرد، لذلك تصبح ملحقا بجمع المذكر السالم. سنون مفردها سنة، سنة ليست مذكرة وليست عاقلة، لذلك تصبح ملحقة بجمع المذكر السالم. يبقى أي كلمة تنتهي بواو ونون أو ياء ونون زيادة على المفرد عندما تحذفها ويبقى لك المفرد، إن كان مفردا مذكرا عاقلا يسمى جمع مذكر سالم، مؤمنون مؤمن، مسلمون مسلم. أما إن كانت ليس مفردا ولا مذكرا ولا عاقلا تصبح ملحقة بجمع المذكر السالم. ده في حالة واحدة، لو كانت الواو والنون أو الياء والنون زيادة في الكلمة. أما لو كانت ليست زائدة لا تسمى جمعا مذكرا ولا ملحقا، مثل كلمة شياطين. شياطين الياء والنون ليست زائدة، لأن لو حذفت الياء والنون يتفضل لك شياط، لم تكن ملحقة ولا جمع مذكر سالم بل جمع تكسير. يبقى شرط الملحق بجمع المذكر السالم أو جمع المذكر السالم إن لابد أن تكون علامة الجمع الواو والنون أو الياء والنون زيادة في الكلمة. لذلك 20 10، يعني ممكن لو حذفت الواو والنون الكلمة تنطق. 30 3، 40 4، 50 5، ولكنها ليست مفردة ولا مذكرا عاقلا فتصبح ملحقة بجمع المذكر. أما كلمة شياطين حذفت الياء والنون يتفضل لي شياط، ليست مفردة، لا لم تكن الكلمة تقرأ ولا تنطق إلا بمعنى آخر. كذلك كلمة سكاكين أو مساكين، دكاكين،
هذه الكلمات لا تعد ولا ملحق بجمع المذكر ولا جمع مذكر. ماذا تصبح؟ جمع تكسير. سكاكين، دكاكين، شياطين، إلى آخره. نعم، ثعابين، كلها تعد جمع تكسير. براكين. يبقى أعداد العقود وهي من 20 و30 و40 و50 و60 و90 ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. فأقول عدد الحاضرين 20 حاضرا. تمييزها دائما مفرد منصوب. هنا في هذا المثال أتيت بها بالرفع بالواو والنون 20. لماذا؟ لأنها وقعت خبر. عدد مبتدا مرفوع، الحاضرين مضاف إليه مجرور بالياء، عدد نكرة والحاضرين معرفة مضاف إليه مباشرة. المبتدا لابد له من خبر، عدد مبتدا يبقى 20 الخبر مرفوع بالواو، خبر مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. حاضرا تمييز منصوب بالفتحة. تعالوا، عندما أقول قابلت 30 عالما، قابلت، هذه الجملة جملة فعلية. الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول إن كان الفعل متعديا. أعرف من أين أن الفعل متعدي؟ عندما يكتفي بالفعل والفاعل الجملة تعد ناقصة. قابلت ماذا؟ أو قابلت من؟ فقابلت جملة فعلية، قابل فعل ماضي مبنى على السكون، التاء تاء الفاعل، 30 مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ما نوع 30؟ عالما، تمييز منصوب بالفتح. والتمييز كما قلت لكم إنه إجابة عن سؤال يبدأ بما نوع. ف30 في هذه الجملة مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. عالما تمييز منصوب بالفتحة. هذه هي أعداد العقود. نأتي بعد ذلك إلى الأعداد المعطوفة. اتفضل. يميل للياء والنون. هي هذه نعم. ما هو انت عندما تركز في الجملة قابلته، قابل فعل، من الذي قابل؟ أنا. قابلت من؟ 30. فالجملة هي التي تحكمك، يعني عندما تنطق الجملة في رأسك إن الجملة فعلية. الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول. الفعل على حسب نوعه، لو كان ماضيا يكون مبنيا مضارعا معربا. نأتي للفاعل مرفوع، المفعول من؟ منصوب. فتقول قابلته فعل وفاعل، تصحح نفسك 30 ولا 30، ده تقع منصوبة، تقول 30 لأنها أصبحت مفعول به. فعندما تتكلم أو تكتب العدد لابد أن تراجع موقعه في الإعراب، هو مرفوع ولا منصوب ولا مجرور. مرفوع بالواو والنون، منصوب ومجرور بالياء والنون. لذلك فتم ميقات ربك 40، لأن تم فعل، ميقات فاعل، يبقى اللي جاي أكيد منصوبة، لأن الركن الأساسي في الجملة الفاعل مرفوع. الجملة الفعلية الركن الأساسي فيها الفاعل مرفوع، يبقى بعد ذلك ما يأتي هو مفعول أو حال أو 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 إلى آخره. تم، ما الذي تم؟
ما الذي تم؟ ميقات. بس تم فعل يعني فعل ماضي مبنى على الفتح. من الذي تم بعد الفعل؟ ياتي ياتي فاعل. ميقات فاعل مرفوع بالضم. 40 تعرف في هذه الجملة حال منصوب بالياء. تعرف في هذه الجملة حال منصوب بالياء من ضمن اعراباتها. وتعرب ايضا ظرف. لا حوالي 4 أوجه في الاعراب اشهرهم حال منصوب بالياء. وتصبح حال لانها ملحقة بجمع المذكر السالم. لا ما تعرب تمييز. اللي بعدها العدد لا يعرب تمييز. العدد لا يعرب تمييز بل بعد العدد هو الذي يعرب 40 ليلة. يبقى ليلة تمييز منصوب بالفتح. العدد يعرب على حسب موقعه في الجملة. نأتي بعد ذلك للأعداد المعطوفة. الأعداد المعطوفة هي التي بين العددين واو. يعني بتتكون من 3 أركان. بتتكون من حرف العطف، حرف العطف قبله المعطوف عليه، بعده اسم معطوف. يبقى الأعداد المعطوفة تتكون من 3 أجزاء. حرف العطف في الوسط، قبله معطوف عليه، بعده اسم معطوف. المعطوف عليه يعرب على حسب موقعه في الجملة. الاسم المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب. يبقى الأعداد المعطوفة بتتكون من 3 أجزاء. حرف عطف في الوسط، قبله معطوف عليه، بعده معطوف. نأتي للمعطوف عليه اللي هو يعرب على حسب موقعه في الجملة. المعطوف عليه هيكون من 1 إلى 9. لذلك انت بتقول 21 22 23 24 25 إلى 29. يبقى المعطوف عليه يكون من 1 لـ9. والمعطوف تكون أعداد العقود اللي هي 20 و30 إلى 90 دائما. تعالوا للمعطوف عليه اللي هو من 1 لـ9. من 1 لـ9 أنا عندي تتكون من شقين، 1 و2، ومن 3 إلى 9. طبعا 1 و2 أنا أخذتها سابقا توافق. يبقى 1 و2 توافق. المعدود في التذكير والتأنيث. من 3 إلى 9 تخالف. نأتي بمثال. كرمت المكتبة 21 منتسبا لها. كرمت المكتبة 21. طبعا 1 و2 يوافقان. لو المعدود مذكر تأتي مذكرة، مؤنثة تأتي مؤنثة. نقول كرمت فعل ماضي مبني على الفتح، لأن الفعل أصله كرما، فعل ماضي مبني على الفتح. التاء تاء التأنيث. كرمت المكتبة. تاء التأنيث طبعا مبنية على السكون، ولكن وضعت كسرة هنا، لأن السكون عندما يأتي بعده ساكن يحرك بالكسر. تقول كرمت المكتبة. لماذا؟ لأن اللام ساكنة. فلو سكنت التاء لا يجوز في العربية اجتماع ساكنين. تحرك السيه، يحرك الساكن الأول. تقول كرمت. زي من، ما من حرف جر مبني على السكون، من. ولكن عندما يأتي بعدها لفظ الجلال الله تقول من من الله. تحرك. في أغلب الأحيان تحرك بالكسر. السكون يحرك بالكسر إلا لو كان بعده لفظ الجلالة يحرك بالفتح.
فتقول كرمت المكتبة، فاعل مرفوع بالضمة. من التي كرمت المكتبة؟ كرمت ماذا؟ واحدا مفعول به منصوب بالفتحة. هذا يسمى المعطوف عليه اللي هو قبل حرف العطف، أعربته على حسب موقعه في الجملة. الواو حرف عطف. 20 اسم معطوف. لماذا ذكرت 20 وقلت 20 ولم أقل 20؟ لأنها اسم معطوف على من صوب، فالنصب يكون بالياء، إنما لو معطوفة على مرفوع هتكون بالواو. يعني عندما أقول عدد الحاضرات 21 حاضرة أو سيدة، نقول عدد مبتدأ، الحاضرات مضاف إليه، المبتدأ لابد له من خبر، الحاضرات لم تكمل الجملة، 21 هي التي كملت الجملة. يبقى 1 خبر مرفوع بالضمة المقدرة. لماذا ضمة مقدرة؟ لأنه اسم مقصور آخر ألف لازمة، زيه زي مصطفى، عيسى، موسى، سلوى، نشوى، رضوى. الواو حرف عطف. 20 جاءت معطوفة على مرفوع، فلذلك اسم معطوف مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. فمتى نقول 20 لو منصوبة ومجرورة؟ 20 لو مرفوعة. حتى في الاسم المعطوف، ما الاسم المعطوف ده تابع، لو تابع لمرفوع يكون مرفوعا، منصوب ومجرور مجرورة. فهنا كرمت واحدا أو كرمت المكتبة واحدا مفعول به، الواو حرف عطف، اسم معطوف منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نأتي بعد ذلك إلى، أنا أخذت إن كان المعطوف عليه 1 و2، نأتي للمعطوف عليه 3 ل9. إن هذا أخي، الآية القرآنية الشهيرة، إن هذا أخي، إن هذا أخي له 9. أنا عندي نعجة، نعجة مؤنث أم مذكر؟ هذه نعجة مؤنث. أقول نريد أن نقول 99، آتي بكلمة 9 أم 9؟ 9، لأن نعجة مؤنث نقول 9 مذكر. و90، 90 و90 على حسب الإعراب. تعالوا نرى الإعراب. إن حرف ناسخ، طبعا حرف ناسخ بينصب الاسم ويرفع الخبر. أين اسمها؟ هذا اسم إشارة مبني في محل نصب اسم إن، لأن الأسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا هذين وهاتين. فهذا اسم إشارة لأن ما ينفعش أظهر عليه العلامة، مش هقول هذا، مش هفتح، فمبني دائما سواء مرفوعا هذا، منصوبا هذا، مجرورا هذا. ذهبت إلى هذا الطبيب، قرأت هذا الموضوع، هذا منصوبة، هذا الموضوع شائق ممتع مرفوعة ولكنها لم تتغير، هي هذا. فهذا اسم إشارة مبني في محل نصب اسم إن. طب إن حرف ناسخ، هذه اسمها، أين خبرها؟ أخي. لماذا أخي خبر؟ لأن الجملة تتم بها، إن هذا أخي، الجملة تامة. فأخي خبر إن مرفوع، تفضل. كلام ايه؟ كلام جميل، تفضل. كلام جميل. نرد على السؤالين، نرد على التعليقين. اولا الاستاذ الذي قال بدل مشكورا، لان هذه الكلمة ليست بدلا لسبب، البدل
أي كلمة معرفة بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب بدل، لابد أن تكون معرفة بالألف وال. أقول إن هذا الأخ، إن هذا الوالد، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالكلمة التي تعرب بدلا بعد اسم الإشارة لابد أن تكون معرفة بالألف وال واللام. إن لم تكن معرفة بالألف واللام فتعرب على حسب موقعها في الجملة. كلمة أخي ليست بها ألف ولام، لم أقل الأخ، لذلك لا تعرب بدلا، لأن البدل بعد اسم الإشارة لابد أن يكون معرفا بالألف واللام. الأستاذ المحترم الذي قال إنها خبر إن، خبر إن مرفوع وليس منصوب، لأن إن بتنصب الاسم وترفع الخبر، فخبر إن مرفوع. وكلمة أخي ليست من الأسماء الخمسة، لماذا؟ مع إنها على فكرة هي اسمها الأسماء الستة، الأسماء الستة هي أبو، أخو، حمو، فو، ذو بمعنى صاحب، وهنو. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، ولكن بشرطين أساسيين، لابد أن تكون مفردة، يعني ما تقولش إخوة تقول أخ، لابد أن تكون مفردة، تقول أبو ما تقولش آباء ولا أبوان، لا تثني ولا تجمع. فالأسماء الخمسة أو الأسماء الستة تعرب بعلامات فرعية ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشروط إن كانت مفردة، هذا أول شرط، وهذا الشرط متحقق، أخي مفرد. الشرط الآخر، ولا بد أن الشرطين يكمل أحدهما الآخر. الشرط الثاني، لابد أن تكون مضافة، يعني بعدها مضاف إليه، والمضاف إليه لا يكون ياء المتكلم. تقول أخوك، أبوك، حموك أو حماك، أبو بكر، أبو حفص، أبو الحسن، لابد أن تكون مضافة، إضافتها لغير ياء المتكلم، يعني لا تقول أبي، أخي، لا تقول. يبقى لابد أن تكون مفردة ومضافة، والمضاف إليه لا يأتي ياء متكلم، هنا المضاف إليه هو ياء المتكلم، إذن هي ليست من الأسماء الستة، لأنها فقدت شرطا وهو إيه؟ شرط الإضافة لغير ياء المتكلم، هنا مضافة لياء المتكلم. ماذا تعرب؟ أخي خبر إن، خبر إن مرفوع، خبر إن مرفوع بالضمة المقدرة، الضمة المقدرة لاشتغال المحل بحركة ياء المتكلم، لأن معها ياء المتكلم، لأن ياء المتكلم بطبيعة الأمر ستجر الحرف الذي قبلها. أقول أبي، أبي وقع، أبي مخترق، أبي وقعت في بداية الكلام، تعرب مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة، لأن الباء لابد أن تجر من أجل ياء المتكلم، نسميها في النحو حركة المناسبة، لأن ياء المتكلم ما الحركة التي تناسبها الكسر. فإن هذا أخي، الياء ياء المتكلم، يبقى أخي خبر إن مرفوع بالضمة المقدرة للمناسبة أو لاشتغال المحل بحركة المناسبة. الياء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، لماذا؟ اسم زائد ضمير، الضمير مباشرة مضاف إليه. هذه الجملة تامة، إن هذا أخي، إن اسمها خبرها، الجملة التي بعدها جملة جديدة، له 99 نعجة، جملة جديدة. وقلت سابقا في المحاضرة الأولى،
لو وجدت جر ومجرور في بداية الجملة وبعده نكرة لابد أن يكون الجر والمجرور بعده نكرة أو بعده اسم عموما سواء نكرة أو معرفة. يكون الجر والمجرور خبر مقدم. طب نأتي لكلمة له. له اللام حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر، تكون له شبه جملة في محل رفع خبر مقدم. تسع مبتدأ مؤخر، أي جر ومجرور يأتي في بداية جملة اسمية بعده اسم نكرة ومعرفة يكون خبرا مقدما. في المحاضرة باحثون، في حرف جر المحاضرة اسم مجرور وراها اسم كلمة باحثون، يبقى في المحاضرة خبر وباحثون مبتدأ مؤخر. فكلمة تسع مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة، مرفوع بالضمة الظاهرة. تسع مبتدأ مؤخر مرفوع، الواو حرف حرف عطف وهذه معطوفة مرفوعة، بما ان كلمة تسع مرفوعة يبقى تسعون مرفوع، يبقى اسم معطوف مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. كلمة نعجة تمييز منصوب بالفتحة. بهذا خلصنا الأعداد المفردة المركبة المعطوفة، ولكن لاحظنا شيء، الأعداد واحد واثنان ليس لهما تمييز، الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف في التذكير والتأنيث، وتمييزها جمع مجرور. الأعداد من 11، ملخص الكلام، الأعداد من 11 إلى 99 تمييزها مفرد منصوب، والأعداد من 3 إلى 9 تخالف في التذكير والتأنيث دائما. يعني ماذا تعني كلمة دائما؟ يعني إن كانت مفردة يعني لوحدها قرأت 9 كتب، أو مركبة قرأت 19 كتابا، أو معطوفة، يبقى الأعداد من 3 إلى 9 تخالف في التذكير والتأنيث دائما سواء كانت مفردة أو مركبة أو معطوفة. الأعداد من 11 إلى 99 تمييزها مفرد منصوب، إن هذا أخي له 99 نعجة، أداخل الأعداد من 99. طب العدد 11 إني رأيت 11 كوكبا. نأتي لملخص العدد 10. 10 مفردة تخالف، مركبة توافق، هذه هي الأعداد إلى الآن. تفضل أستاذ الفاضل. الله ينور عليه. الجملة، الأستاذ الفاضل لفت ذهننا إلى شيء معين. أنا قلت إن حرف ناسخ، هذا اسم إن، اسم إشارة مبني في محل نصب اسم إن، أخي خبر إن. هناك قاعدة إن ممكن أن يكون الخبر مكررة، يعني ممكن تقول خبر أول خبر ثاني خبر ثالث خبر رابع، معاك إلى 99 خبر. خلي بالك، والدليل على ذلك أقول الله هو الخالق المهيمن الجبار المتكبر، عد بقى ال 99 اسم يعتبر 99 خبر لو جت مع ربنا سبحانه وتعالى. إنما في الجملة هذه إن هذا أخي خبر إن، هل ممكن أن أقول إن هذا له 99 نعجة؟ يصح.
إذا تكون جملة له 99 نعجة جملة اسمية في محل رفع خبر ثاني لإن. يبقى أخي خبر أول وله 99 نعجة خبر ثان. كما أقول لك هذا كاتب أديب، هذا اسم إشارة مبتدأ، كاتب خبر أول، أديب خبر ثاني. إن صحت الجملة أن تفرد كل خبر مع المبتدأ ليكون جملة مفيدة إذن هي أخبار. يعني ماذا؟ نعم؟ كيف نميز هذا الكاتب الأديب عن الصفة؟ الله ينور عليك، كلام سليم، كلام سليم. الصفة هي نكرة، نكرة أو معرفة، معرفة زيادة في الكلام، متعلقة بما قبلها وليست متعلقة بالخبر. متعلقة بما قبلها، يعني عندما أقول هو العزيز، هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، العزيز خبر، الحكيم، العزيز معرفة والحكيم معرفة. هل تعرف كلمة العزيز نعت؟ هل هي متعلقة، كلمة الحكيم متعلقة بالعزيز ولا متعلقة بهو الله سبحانه وتعالى؟ ما دامت الكلمة متعلقة بالمبتدأ إذن خبر أول وخبر ثاني وثالث لو أحببت. أما لو متعلقة، لو قلت هذا طالب متفوق، متفوق متعلقة مين؟ لأن ما أعرفش كلمة هذا، إن هذا أو هذا طالب، ما كلمة هذا مجهولة بالنسبة لي. من الذي حدد هذا؟ كلمة طالب، هذا اسم إشارة مبتدأ، طالب خبر. متفوق متعلقة بهذا ولا طالب؟ بطالب، يبقى نعت. إنما كلمة هو العزيز الحكيم، الحكيم متعلقة بالعزيز ولا متعلقة بهو؟ ما دامت الكلمة متعلقة بالمبتدأ وليست زيادة في الكلام فإذا هي خبر أول وثاني. فجملة له 99 جملة اسمية في محل رفع خبر ثاني لإن. نأتي بعد ذلك، انتهينا من الأعداد من 1 إلى 99، نأتي لأعداد 100 و1000 ومضاعفاتهما. 100 و1000 ومضاعفاتهما تمييزها مفرد مجرور. تقول حصلت على 100 جائزة و1000 وسام مثلا. 100 و1000 ومضاعفاتهما ثابتة، 100 1000 ومضاعفاتهما، يعني 100 200 300 400 500 600 700 إلى آخره، 1000 2000 3000 4000 5000 إلى آخره، إلى ما فوق المليار، ما دي كلها مضاعفات الألف. تمييزها مفرد مجرور. تقول حصلت على 100 جائزة، 100 اسم مجرور تعرب على حسب موقعها في الجملة، العدد بالكسرة، جائزة بعد 100 و1000 تمييز مجرور بالكسرة ومفرد، فلا تقول 100 جوائز ولا 100 جائزة، دائما 100 و1000 ومضاعفاتهما التمييز مفرد مجرور بالكسرة. تقول جائزة تمييز مجرور بالكسرة. ولكن تعالوا نلاحظ شغلة بسيطة، عندما تقول عدد الحاضرين عاوز أقول 300 طالب، كلمة طالب تمييز للـ300 كلها على بعضها، فأنا هقول 300، 300. لماذا؟ 100 مؤنث، آتي بكلمة 3 مذكر، فلا أنسى قاعدة 3، من 3 إلى 9 تخالف المعدود في التذكير والتأنيث. فما العدد الذي أتى بعد 300؟ 100 مؤنث، آتي بـ3 مذكر. كذلك عدد الجنود
أريد أن أقول 5000 جندي، أقول 5000، آلاف مذكر، لذلك قلت 5 مؤنث. فألاحظ أن الأعداد من 3 إلى 9 تخالف ما بعدها، فعندي 5000 جندي. جندي تمييز مجرور بالكسرة، يعد في الجملة دي عندي تمييزان. تعالوا نعرف، عدده مبتدأ مرفوع بالضمة، عدد نكرة والجنود معرفة مضاف إليه مجرور بالكسرة. المبتدأ لابد له من خبر، يبقى 5 خبر مرفوع بالضمة. 5 الأعداد من 3 لـ9 تمييزها جمع مجرور، يبقى آلاف تمييز مجرور بالكسرة. كأن عندي في الجملة تمييزان، يبقى في الجملة تمييزان. يعني نقدر نقول تمييز أول وتمييز ثاني؟ لا، تمييز أول وثاني تقال في المبتدأ والخبر. أقول مبتدأ أول، مبتدأ ثاني، خبر أول، خبر ثاني. حتى لو تكررت أكثر من مرة. عندما أقول لك مثال، حصلت من الدولة على 500 دينار، على طول فلذلك مع كلمة 100 آتي بالأعداد مذكرة، 5 4 6، لم تجد واحدا يقول 600، لا تصح. ولذلك القرآن قالها، القرآن: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. نعرب المثال الأول، تفضل. موصولة، لأنه تعتبر عدد واحد، تفضل. الله ينور عليك. خلي بالكم ان في منهجين في كلمة 100. 100 ممكن ان تكتب بالالف، تقول 100، ودي من ضمن الحروف التي تكتب ولا تنطق، وممكن تكتب ب100 بدون ايه. فعندنا في مصر نكتبها بالالف، وتعد من الحروف التي ايه، تكتب ولا تنطق. في بلاد الشام عموما يكتبوها بدون الف، كل ما ينطق يكتب، اما لا ينطق لا يكتب. لا، في الشام، في الكويت هنا، في بلاد الشام، شبه الجزيرة العربية والشام، يكتبوها بدون ألف 100. أما في مصر يكتبوها بالألف، وكلاهما صائب، وكلاهما صواب. وتنطق 100 بالكسر، بكسر الميم. أنا كان مفترض إن أنا كنت متوقع إن الأستاذ هيسألني سؤال ثاني آخر. أنا قلت الأعداد من 100 و1000 ومضاعفاتهما تمييزها مفرد مجرور. 5000 جندي، 5000 دينار، 300 دينار، مفرد. تعالوا في المثال الأول، حصلت فعل ماضي مبني على السكون، التاء تاء الفاعل، من حرف جر، الدولة اسم مجرور بالكسرة، على حرف جر، 5 ايه اسم مجرور، ويقال ممكن تقريبا 500 كأنها عدد واحد اسم مجرور بالكسرة، ودينار تمييز مجرور بالكسرة. هنا السؤال بقى في المثال الآخر، أنت قلت إن الأعداد 100 و1000 ومضاعفاتهما تمييزها مفرد مجرور، فكم من المفترض أن تقول 300 سنة وليست سنين؟ إذا كلمة سنين لا تعرب تمييزا، لأن لو كانت تمييز هيبقى تمييز، كان المفروض إن هي تكون مفرد مجرور. ماذا تعرب؟ لبثوا فعل ماضي مبني على الضم، لأن الفعل الماضي يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، واو الجماعة فاعل،
ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. في كهفهم جر ومجرور. أي ضمير متصل باسم، أي ضمير بعد اسم يعرب مباشرة مضاف إليه، فهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، يبقى اسم زائد ضمير، الضمير ده هو مباشرة مضاف إليه، يبقى كهفهم في حرف جر وكهف اسم مجرور بفيه وعلامة جره الكسرة، هم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ثلاث، ولبثوا كم لبثوا؟ ثلاث، ظرف زمان أو مفعول فيه، ويقال إن هي مفعول به. القرآن متعدد في بعض الأوجه. 300 تمييز مجرور بالكسرة. هذا التنوين منعني إن أنا أعرف سنين تمييز. لماذا؟ لأن عندما أقول عدد السنوات 300 سنة، فعندما تأتي مفردا أعرف سنة تمييز مجرور بالإضافة. تمييز مجرور بالإضافة يعني في الأساس هو مضاف إليه. تمييز مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة. أما أعربت التمييز بعد 100 و1000 ومضاعفاتهما، اللي هو المفرد المجرور تمييز مجرور بالإضافة وهو مفرد، معنى أن أنا قلت بالإضافة إن منعت التنوين. أقول 300 سنة لأن التمييز مجرور بالإضافة، فالإضافة تمنع التنوين، لأن لا يصح أن تنون وتضيف في نفس الوقت. يعني ما ينفعش تقول مثلا عدد الحاضرين، ده معرفة بالإضافة. هل ينفع تقول عدد الحاضرين؟ التنوين لا يجتمع مع الإضافة عموما. فكلمة 300 مضاف إليه، وسنتين أيضا تمييز مجرور بالإضافة برضو كأنها مضاف إليه، لذلك ما نونتش. أما كون المولى عز وجل نون هنا في 300، إذن الكلمة اللي بعدها ليست تمييزا، لأن لو كانت تمييز هتبقى مجرور بالإضافة تمنع التنوين. ماذا تعرب؟ سنين، ما احنا قلنا خلاص 300 هي اللي مفعول به والجملة تامة. ولبثوا في كهفهم 300، بعد العدد لا يأتي صفة، لأن بعد العدد لابد أن يكون هناك تمييزا، ولكن في قاعدة من 100 و1000 التمييز بيكون مفرد ما هي مجرور. كلمة سنين لو لاحظت كلمة سنين تجد أنها تساوي 300، كأنك قلت ولبثوا في كهفهم سنين، ولبثوا في كهفهم سنين، فكأن السنين تساوي العدد بدل، وأنا شرحت أن البدل المطابق يساوي المبدل منه. هذا الطالب مجتهد، أقول الطالب مجتهد، أقول الفاروق عمر ثاني الخلفاء، عمر ثاني الخلفاء، الإمام علي رابع الخلفاء، علي رابع الخلفاء. البدل بيساوي المبدل، ممكن أن يحل محله. فممكن كلمة سنين تحل محل 300، يبقى بدل منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وتقع لبثوا في كهفهم سنين، الله ينور عليك. مع لذلك أنا قلت من ضمن أعرابات 3 إن هي مفعول به، ومن ضمن أعرابتها إن هي منصوبة على ليه؟ على المفعول فيه، على الظرفية. ما هو التمييز بيكمل العدد، لا تكمل، لا الجملة كاملة ولكن العدد غير كامل، لأن العدد لابد له من معدود، لابد له من معدود. عندما أقول لك أحمد شوقي شاعر الجيل،
فكلمة شاعر الجيل، الجيل مضاف إليه بتكمل كلمة شاعر. فالجملة بكلمة أحمد شوقي شاعر الجملة كاملة، ولكن النكرة لابد لها من تكملة مضاف إليه. فالعدد لابد له من تكملة معدود. عندما تقول قرأته 13 وسكت، هل الجملة الجملة تامة؟ قرأته فعل وفاعل، 13 مبنية على فتح الجزئين في محل نصب مفعول، لكن العدد غير كامل، لابد أن تقول كتابا. تعالوا بعد ذلك لكتابة أعداد معينة مثل 157 كتابا، 256 قصة. هذه الأعداد بتعرض علينا كثيرا. عندما تكتب 157 كتابا يكون الموضوع كالآتي، إما أن تبدأ بالمئة أو تبدأ بالسبعة وخمسين كما تحب، ولكن لابد أن تفضل لشيء معين. كيف؟ أنا هبدأ 157 كتابا، هبدأ بالمئة بالكبير، هقول مئة وأحط كلمة كتابة. أنا بدأت بالعدد الكبير انصب التمييز، بدأت بالصغير جر التمييز، قاعدة. بدأت بالعدد الكبير انصب التمييز. فلو كتبت المئة في الأول انصب كتابا. لماذا؟ ابدأ طبق القواعد. كتابا مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. نأتي بالليه؟ بالسبعة مؤنثة. ما هو من ثلاثة لتسعة تخالف دائما. طب سبعة و خمسون. طبعا انا قلت خمسون وخمسين على حسب الاعراب، مرفوعة بالواو منصوبة ومجرورة بالياء. طيب لو بدأت بالصغير ستة وخمسون، عاوز اقول برضو لو بدأت بالصغير اجر التمييز. لماذا اجر التمييز؟ لان هيبقى بعد مئة او مئتين او ثلاثمائة، هيبقى بعد العدد الايه الكبير اللي هو هيبقى بعد المئة والالف ومضاعفاتهما، فالتمييز مجرور. لذلك ستة وخمسون ومئة ومئتا. خلي بالكم ان كل هيكتب ومئتان، خلينا اكتبها زي الكل ما هيكتبها ومئتان، ما هي مرفوعة بالالف. ولكن تعالوا نلاحظ شيئا معينا، مئتان مثنى بينتهي بالنون، التمييز مضاف، مضاف اليه تمييز مجرور بالاضافة، نون المثنى ونون جمع المذكر السالم بتحذف عند الاضافة. يعني لو في مضاف اليه احذف النون مباشرة. كما تقول ماذا؟ كما تقول طبيبا المستشفى ماهران، تقول طبيبا، اين النون؟ حذفت للاضافة. تقول مهندس المشروع ماهرون، اين النون؟ حذفت للاضافة. لماذا في اضافة؟ في اضافة، لان طبيبة نكرة والمستشفى مضاف اليه، نكرة معرفة مضاف اليه. فنون المثنى قاعدة، نون المثنى ونون جمع المذكر السالم تحذف عند الاضافة. فهذه نون المثنى حذفتها عند الاضافة لان كتاب تمييز مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة. فملخص القاعدة، لأن هذه الأعداد نستخدمها دائما، لو بدأت بالعدد الصغير جر التمييز، لو بدأت بالعدد الكبير انصب التمييز. طب في حاجة معينة، طب أنا لو كان مثلا 2500 طالب، ده هو الأعداد كلها كبيرة لأن الأعداد كلها من مضاعفات المئة، لأن مئة ضعفها 200، 300، 400، 500، 600، 700، 11100، 11100، ما كانها 1100، ما هي مضاعفات المئة 1200. يبقى لو الأعداد من مضاعفات المئة
لا تفرق معي صغير ولا كبير، هي بعدها مجرور. فتقول 2050 طالب، 2500 طالب، سواء بدأت بالصغير أو الكبير، 500 و1000 طالب. هيبقى في فرق عندي، بس لو بدأت بالكبير لا أحذف نون التثنية 2000. لذلك لما تكتب فاتورة تقول 2500 دينار. أما لو بدأت برضو بالخمسمائة و1000 دينار، لماذا حذفت النون؟ للإضافة، القاعدة واضحة، تحذف النون عند الإضافة. فلاحظ الأعداد من 100 و1000 ومضاعفاتهما. هناك جزئية بسيطة جدا لكي نكمل العدد، حاجة اسمها كنايات، كنايات العدد، ده آخر جزئية في العدد. كنايات العدد، أول كناية من كنايات العدد كلمة بضع، وركزوا فيها، كلمة بضع تساوي من 3 إلى 9. من 3 إلى 9 تخالف ولا توافق؟ تخالف. يبقى بضع تخالف، يبقى بضع تساوي من 3 إلى 9 أي تخالف. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع، أي سيغلبون في بضع سنين. لم أقل بضعة، لماذا؟ لأن سنين مفردها سنة وسنة مؤنث، آتي ببضع مذكر. إنما لو قلت قرأت بضعة كتب، لأن كتب مفردها كتاب، وكتاب مذكر آتي ببضع مؤنثة. فكلمة بضع تساوي من 3 إلى 9، ومن 3 إلى 9 تخالف، يبقى بضع بتخالف. تعرب على حسب موقعها في الجملة، في حرف جر بضع اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، سنين تمييز مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. حتى لو جت مركبة، يعني لو قلت قرأت قصة، قصة مؤنثة، أقول بضع 10، ما بتساوي من تايم من 3 إلى 9، و3 إلى 9 ممكن تأتي مفردة لوحدها، ممكن تأتي مع 10، أقول 13، أقول بضعة 10، ممكن تأتي معطوفة 23، أقول بضعة 20، فهي تخالف دائما. طب قصة مؤنث، قلت بضع مذكر 10، لو كانت مركبة هتوافق. حتى لو معطوفة، كرمت الكويت باحثا، هقول بضعة 20 باحثا، باحثا مذكر، أتيت ببضعة مؤنث، يبقى بضعة تخالف دائما. لوحدها بتخالف، مركبة بتخالف، معطوفة بتخالف. نأتي للكناية الأخرى. ما هي الكناية الأخرى؟ كلمة كذا، وكذا تساوي من 11 إلى 99. كلمة كذا تساوي من 11 إلى 99، وبما أنني قلت من 11 إلى وهذه المعلومة لم توجد في كتاب، احنا عرفناها من تمييزها، لأن تمييزها مفرد منصوب دائما. تقول قرأت كذا كتابا، وكذا قصة، فبعد كذا تمييز منصوب بالفتحة.
منصوب بالفتحة. هذه هي الكناية الثانية. نأتي للكناية الثالثة. الكناية الثالثة كلمة نيف، وكلمة نيف تأتي بعد حرف العطف. ماذا تعني تأتي بعد حرف العطف؟ يعني أقول من 20 لـ90 ونيف، 20 ونيف، 30 ونيف، 40 ونيف، 50 ونيف، أو 100 و1000 ومضاعفاتهما ونيف. 100 ونيف، 200 ونيف، 300 ونيف، 1000 ونيف، 2000 ونيف. يعني تأتي كلمة نيف بعد حرف العطف دائما. ماذا تعني كلمة نيف؟ معناها ايه؟ معناها نيف ده تساوي 1 و2. ما هي لو معناها بضع تساوي من 3 لـ9. ما هو كنايات العدد شامله الكل، كنايات العدد شامله كله، فبضعه من 3 لـ9 كذا من 11 إلى 99. طب انا كده خلصت الاعداد، باقي معايا عددين هما 1 و2. اذا نيف، ما هي رياضه، النحو رياضه خاصه فيهم طبعا. كل ما تعتبر عدد كل نعم ثلة من الأولين، ثلة يعني قليل، لا تعد عددا بل كلمة معناها قليل. نيف تأتي بعد حرف العطف دائما. تقول حضر الندوة 100 ونيف من السادة. فحضر الندوة 100. من الذي حضر؟ 100، فاعل مرفوع بالضمة، الواو حرف عطف، نيف معطوف مرفوع بالضم. يبقى هنا ثلاث كنايات عدد. بضع تساوي من 3 إلى 9، كذا تساوي من 11 إلى 99، نيف تساوي 1 و2، وتذكر بعد أعداد العقود والأعداد 100 و1000 ومضاعفاتهما دائما. نأتي للكناية الرابعة. الكناية الرابعة تحتاج إلى تركيز، وهي كم. كم تنقسم إلى قسمين، كم استفهامية وكم خبرية. يوجد فرق بينهما. كم الاستفهامية تمييزها مفرد منصوب. مفروض تمييز كم الاستفهامية مفرد منصوب. مفرد منصوب مثل ماذا؟ تقول كم كتابا في المكتبة، كم كتابا في المكتبة. عندما تجد بعد كم مفرد منصوب، إذا لابد أن تضع علامة استفهام، يبقى كم استفهامية. عندما تجد بعد كم مفردا منصوبا، إذا هي استفهامية، فتضع علامة الاستفهام، والتمييز تمييز منصوب بالفتحة. يبقى تمييز كم الاستفهامية دائما مفرد منصوب بالفتحة. ماذا تعرب كم الاستفهامية؟ على حسب الجملة اللي بعدها. تعالوا، الأدوات الاستفهام لها الصدارة ولكنها تعرب على حسب الجملة. اوعى تفكر ان لها الصدارة يعني تعرب خبر مقدم دائما كما هو موجود في بعض الكتب. لا، كل أداة استفهام لا، اعربها على حسب الجملة. كم كتابا في المكتبة؟ ده جملة تامة، اسمية ولا فعلية؟ اسمية. يبقى كم اسم استفهام مبني في محل، واركن كلمة في محل لكي أكمل الجملة. يا إما بقى بعدها فعل يبقى هتعرب مفعول به، بعدها مكملات على حسب اللي بعدها. كم عربتها اسم استفهام مبني في محل. كتابا تمييز منصوب بالفتحة، أي كلمة بعد اسم الاستفهام بعد كم
تمييز منصوب بالفتحة. في المكتبة جر ومجرور، جر ومجرور الجملة كده تامة. لا توجد كلمة تصلح أن تعرم مبتدأ، لأن في جر ومجرور خبر، شبه جملة خبر. إذن كم؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب، عندما أقول لك كم كتابا قرأت وأقف، لذلك أنا قلت لك لا تتغر في اسم الاستفهام. كم كتابا قرأت؟ كم اسم استفهام مبني في محل واركب. كتابا تمييز منصوب بالفتحة. قرأت قرأ فعل والتاء تاء الفاعل. طب قرأت جملة فعلية، فعل وفاعل محتاج مفعول به، يبقى كم اسم استفهام في محل نصب مفعول به؟ يبقى لو وراها فعل والفعل ده هو ده غير مكتمل الأركان، يعني فعل وفاعل ومحتاج مفعول به، إذن كم مفعول به؟ مش محتاجة مفعول به، إذن كم مبتدأ؟ إزاي؟ نفس الجملة ده ممكن أجعل كم مبتدأ فيها. هقول كم كتابا قرأته، نفس الجملة، كم كتابا قرأت، كم كتابا قرأته، ولكن في الجملة كم كتابا قرأت، قرأت فعل وفاعل محتاج مفعول به، إذن كم مفعول به. أما كم كتابا قرأته، قرأ فاعل، التاء تاء الفاعل، الهاء مفعول، عندي مفعول به، يبقى كم ملهاش لازمة عندي، يبقى تعرب مبتدأ. يبقى كم مبتدأ والجملة الفعلية كلها خبر. شفت النحو رياضة، زودت حاجة يبقى غيرت الإعراب مباشرة. فلو قلت كم كتابا قرأت، قرأته بدون مفعول به، كم مفعول به؟ كم كتابا قرأته، الهاء مفعول به، كم مبتدأ؟ يبقى لو بعد كم، ملخص كم، لو بعد كم جملة تامة أو كلام تام، إذن هي مبتدأ. كلام ناقص هي التي تكمل الناقص. ناقصة مفعول به يبقى مفعول به، ناقصة مفعول مطلق يبقى مفعول مطلق، مش ناقصة شيء تعرف مبتدأ. كم كتابا معك، كم كتابا في المكتبة، كم كتابا قرأته، كم كتابا تسلمته، الجملة تم بعدها يبقى إذن مبتدأ. أدي كم، يبقى كم الاستفهامية لابد أن يكون تمييزها مفردا منصوبا. نأتي لكم الخبرية. كم الخبرية تمييزها مجرور، يبقى واحدة منصوب والثانية مجرورة. تمييزها مجرور، يا إما جمع يا إما مفرد. تقول كم رجل في الكويت، وتحط علامة تعجب، كم رجل في الكويت، أو كم من رجل في الكويت، علامة تعجب، كم رجال في الكويت، كم من رجال في الكويت. كم الاستفهامية تمييزها مفرد منصوب، أما كم الخبرية تمييزها مجرور، إما مفرد أو جمع. على حسب الكلام المكتوب أمامي، هو قال لي كم رجل، لم يقل كم رجلا. لو قال في المثال رجلا يبقى استفهامية. انت بقى على حسب نيتك، انت عندما تتعجب من كثرة الرجال في الكويت، كم رجل في الكويت، لا تقصد استفهاما، ولكنك تقصد إخبارا بأن الرجال في الكويت كثرة. يعني كم كتاب قرأت، أنت لا تقصد سؤالا، ولكن كأنك تتعجب من كثرة الكتب التي قرأها. كم تفيد الخبرية للكثرة تعجب، وتعرف أنها كم خبرية للكثرة تعجب، لذلك بأضع علامة التعجب.
عندما يكون تمييزها مجرورا إما مفردا أو جمع. تقول كم رجل، تمييز مجرور بالكسرة. كم من رجل، تمييز مجرور بمن. كم رجال، تمييز مجرور بالكسرة. كم من رجال، آخر كناية عدد، آخر كناية عدد كأي. وهذه مذكورة في القرآن. إذن هي خمس كنايات عدد، آخر كناية كأي. وكأي كأنها كم خبرية تفيد الكثرة. كأي من قرية. وتمييزها دائما يأتي مجرور بمن. لا تقل كأي قرية، لابد أن تقول كأي من قرية، وكأنها تساوي كم الخبرية للتعجب من الكثرة. كأنك تقول كم من قرية أهلكها الله سبحانه وتعالى وهي ظالمة. التمييز، التمييز يكون مجرورا بمن دائما. كأي من قرية، كأي من رجل، كأي من سيدة. من فقط، لا ما تصير في قرية. تفضل أستاذي. عاوز تضبط العدد، انت عندك مثلا ثلاثة أرباع، أرباع مفردة ربع فهي مذكرة، لذلك تأتي بثلاثة مؤنثة. أنت تسعى للتمييز، ثلاثة أرباع مثلا طن، لابد أن يكون مجرور. لماذا مجرور؟ لأن ثلاثة أرباع من الواحد، من الواحد، والواحد تمييزه يكون مفرد مجرور، كأنك بتقول ثلاثة أرباع من الطن الواحد. هذا بالنسبة للإيه؟ لمحاضرة الأعداد اليوم. يبقى نختمها بكأي، كأي تساوي كم، ولا بد أن يكون تمييزها مجرورا بمن. أما كم، كم الاستفهامية تمييزها مفرد منصوب، كم الخبرية تفيد التعجب تمييزها مجرور إما مفرد أو جمعا. تفضلي أختي. نعم. يعني كيف اعرف ان هذه كم خبريه او كم. الله ينور عليك. يعني مثلا عندما اقول بكم دينارا اشتريت الكتاب، بكم دينارا، ناتي بعد الباء ثم سبقت ايه كم، ولكن بعد كم اتى تمييزها مفردا منصوبا، اذن هي كم استفهاميه. فالعبره عندي بالتمييز، إن كان التمييز مفردا منصوبا استفهامية، إن كان مجرورا تكون كم خبرية. وغالبا التي تسبق بحرف الجر هي كم الاستفهامية وليست كم الخبرية. لا، علامة استفهام بكم دينارا، يبقى لو سبقت كم بحرف جر إذن هي كم الاستفهامية، وعلامتها أن يكون التمييز مفردا منصوبا. بكم دينارا اشتريت الكتاب إلى آخر. أي استفسارات أخرى؟ أي أسئلة؟ شكرا لله.